19 قتيلا بينهم 9 أطفال وعشرة المصابين الآخرين في اندلاع حريق بمبنى سكني في نيويورك في واحدة من أسوأ الحرائق السكنية في أمريكا. رئيس الإطفاء بالمدينة أكد أن عطبا أصاب جهازا محمولا للتدفئة بإحدى الشقق كان السبب وراء الحريق الذي تصاعدت ألسنته لتلتهم باقي الشقق. حدد رجال الإطفاء من خلال الأدلة المادية والشهادات المباشرة للسكان أن الحريق اندلع في مدفأة كهربائية محمولة في غرفة نوم. وفي واحدة من أشد الحرائق في تاريخ المدينة هرع نحو 200 من رجال الإطفاء إلى المكان، حيث أفادوا بأنهم عثروا على ضحايا في كل طابق من طوابق المبنى 19 بعد أن استمر الدخان الكثيف الناتج عن الحريق في الانتشار بالمبنى. بعض السكان أقروا بأنهم تجاهلوا في البداية انطلاق صافرة أجهزة الإنذار بسبب ما قالوا إنها إنذارات كاذبة سابقة متكررة في المبنى الذي يضم أكثر من 120 وحدة سكنية شيدت في أوائل السبعينيات ضمن فئة المساكن منخفضة التكلفة. أخذوا ابنتي بعيداً عني وأصبت بالذعر، كنت أسير على الدرج، رأيت جثة على الأرض، حاولوا إنقاذها، كان هناك أيضاً كلب نافق وكان الأمر صعباً حقاً. وقبل أسبوع قتل 12 شخصاً بينهم 8 أطفال في حريق مماثل التهم أحد مباني مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.